السلام عليكم. في المحاضرة دي هنتكلم عن الاستضافة والدومين، بمعنى أنا عندي كود الويب سايت خاص بي على الجهاز، وعايزة أعمل بابلش للويب سايت بحيث إن أنا أدخل على يعني الويب سايت بلينك على طول، تمام؟ فقبل ما نبدأ كده المفروض نعرف يعني إيه URL، ونعرف يعني إيه دومين، ونعرف يعني إيه هوستنج او استضافة. بالنسبة لليو ار ال، اليو ار ال اختصار اليونيفورم ريسورس لوكيتور، وهو اللينك الخاص بالويب سايت، بمعنى http، مثال كده http://www.google.com، ده مثال يو ار ال. وعايزين نشوف ايه هو الدومين اللي هو الخاص باليو ار ال ده. الدومين او النطاق اللي هو اسم الموقع، بمعنى الدومين الخاص بجوجل هو google.com. بالنسبة ل HTTP اللي هو البروتوكول بتاع النظام اللي انت داخل عليه، في بروتوكولات كتير زي HTTP، HTTPS. الفرق ما بينهم طبعا ال HTTPS يعني more secure، في ال FTP file transfer protocol، في الميل وغيره. ال WWW اللي هي الشبكة العنكبوتية الأم، في شبكات كتير غير ال WWW بس اللي هي الشبكة اللي المفروض معروفة لينا كلنا، يعني الديب ويب والكلام ده، يعني ان في شبكات تانية. يعني في بقى اللي هو الدومين بتاعي، دومين مكون من جزئين، الدومين نيم وفي الدومين اكستنشن. طيب بالنسبة للاكستنشن ده مفيش غير دوت كوم؟ لا، في طبعا حاجات كتير زي دوت كوم، دوت جوف، كوم اللي هي اختصار لكوميرشال حاجة تجارية، دوت جوف جوفرنمنتال حكومية، دوت ايديو حاجة تعليمية، وغيره، تمام. طيب دول اشهرهم يعني. طيب يبقى ده اليو ار ال، لينك انت بتضغط عليه، فالمفروض ان هو هيوديك لموقع معين، والدومين اللي هو مثال google.com او yahoo.com، مصراوي.com، يلا كوره.com، وهكذا يعني، تمام. طيب ده اسم الموقع. طب ايه بقى هي الاستضافة؟ يعني احنا قلنا الدومين الجزء ده، طب ايه بقى هو الاستضافة؟ الموقع موجود فين؟ دي حاجة تانية. الموقع مرفوع فين؟ الداتابيس بتاعتك مرفوعة فين؟ موجودة فين؟ الويب سايت بتاعك الكود بتاعه موجود فين؟ طيب عشان نفرق ما بين الاتنين، في شركة استضافة معينة وليكن موقع زي جودادي بيوفر لي خدمة استضافة. يعني انا هعمل هحط الموقع بتاعي على جودادي مثلا بخطة معينة، لان الخطط بتختلف لمدة معينة، لكن هو بيوفر لي ان انا استخدم دومين واحد مثلا، بيديني دومين فور فري، او مثلا انت هتدفع حق الدومين وغيره. في طبعا استضافة بفلوس واستضافة ببلاش، وفي طبعا دومينز بفلوس ودومينز تانية ببلاش. طيب نبتدي بالدومين. بالنسبة للدومين، كل ما كان الدومين بتاعي الاسم بتاعه مشهور معروف، المفروض ان في ناس كتير يعني هتاخده او كده، فكل ما كان الدومين بتاعي اغلى. لو جيت اجيب دومين مثلا وليكن بسمة.tk، تي كي وام ال وشوية دومينات كده، المفروض ان الاكستنشن ده ببلاش، تمام. طيب وليكن في بسمة.com، لا دوت كوم طبعا
بفلوس، ما فيش دومين اللي هو دوت كوم، الامتداد بتاعه دوت كوم ببلاش. في دوت نت، دوت ايديو وغيره يعني، دوت ستور، دوت لايف غيره يعني. ف طيب ندي مثال على دومين تاني وليكن سوق دوت كوم. او طبعا سوق دوت كوم المفروض ان هو دومين موجود. اول خطوة كده عشان تشتري دومين بتبحث في الداتابيز الخاصة بالدومينات على اي ويب سايت، بتشوف اذا كان الدومين ده متاح ولا لا. سوق دوت كوم طبعا موجود، وليكن انا خليته 2 او كده، فهتلاقي ان الموقع ده يعني ان الدومين ده غالي جدا، لان كل ما كان الاسم اللي انت كاتبه قريب من ويب سايت مشهور كل ما كان الدومين ده غالي جدا. في ناس اصلا شغلانتها ان هي بتشتري دومينات مشهورة وتبيعها لناس تانية باسعار اضعاف اضعاف السعر الاصلي اللي هو شاري بيه. وليكن مثلا منصورة ستور، اي حاجة ستور، المفروض الحاجات دي بتبقى غالية جدا. وليكن انا هشتري الدومين ده وارجع بعد كده اي حد ممكن يطلبه مني وكده يعني. طبعا انا بعرض ان الدومين ده انا اشتريته بس هبيعه تاني يعني. طيب دي بالنسبة للدومينات، في دومينات ببلاش وفي دومينات تانية بفلوس. طيب اقدر اشتري دومين منين بفلوس وببلاش؟ وليكن نبتدي ببلاش. ببلاش في موقع اسمه فرينوم. فرينوم هو ويب سايت لفري دومينز. تمام، ده فرينوم. طيب بالنسبة لموقع يوفر لي دومينز طبعا بفلوس، طبعا ما فيش اشهر من جودادي. تمام، وليكن هنا paid domains. ده الفري دومينز وده للبيد دومينز. تمام، دي بالنسبة للدومينز. هدخل على جودادي، اول ما دخلت على جودادي كده قال لي يعني المفروض ان في بحث هنا على دومينات، وليكن بيقول ان الدومين اللي هو دوت كوم بيكون في متوسط كذا، دوت نت متوسط كذا، دوت اورج متوسط كذا وغيره. طيب انا هبحث عن دومين وليكن يحيى ستور. تمام، قال لي هنا يحيى ستور is available، متاح بالنسبة لي، والمفروض ان هو للسنة الاولانية بدل ما هو ب$17.99 هيبقى ب$4.99، $5 يعني. تمام، طبعا انا ممكن اشتري الدومين على طول add to cart. تمام، في بقى يحيى دوت نت، يحيى دوت اورج، يحيى دوت انفو، طبعا كل حاجة بسعرها يعني. طيب ده مثال، نرجع كده للدومين وليكن كيان، هو انا ببحث عن الاسم بس. كيان دوت كوم is taken، يعني ده متاخد يعني. بس هنا بيقول لك we still might be able to get it for you، يعني احنا لسه ممكن نقدر نجيبه لك. بس طبعا يعني احنا من شوية شفنا سعر دومين عادي كان $5 تقريبا، لكن هنا بيقول لك
ان هو ممكن نجيبهولك بالسعر ده. طبعا يعني انت لو عايزه قوي يعني هتضطر انك انت تفاوض عشان تجيب الدومين ده. تمام. طيب دي بالنسبة لجودادي. جودادي هي شركة استضافة، موقع استضافة ودومينات. لكن انت لما بتشتري استضافة اصلا جودادي بيوفر لك انك انت في دومين مجاني. تمام. طيب انا طيب بما ان جودادي المفروض ان هي شركة استضافة وبتوفر لي دومين مجاني، طب ايه اللي يخليني ان انا اشتري دومين؟ انا مثلا عايز احط الاستضافة بتاعتي في موقع مجاني، لكن الدومين بتاعي يكون دومين كويس، اسم كويس، مش صاب دومين للموقع. وهنشوف مثال بعد شوية وهنفهم منه الجزئية دي. تمام. طيب موقع تاني زي فرينوم، ده طبعا فرينوم ده موقع بيوفر لنا دومينات ببلاش خالص for free. اول ما بتدخل طبعا المفروض هيقولك اعملي تشيك للايميل للدومين اللي انت عايزه، وليكن يحيى ستور. تمام. في يحيى ستور دوت تي كي دوت ام ال دوت جي اي دوت سي اف وغيره طبعا فور فري تاخده على طول. وفي دوت كوم بقى بكام؟ 8 و 38 دولار. طبعا هو ازيد من جودادي والشركات دي، لان طبعا هي بتعوض من حاجة لحاجة يعني. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الدومينز، عايزين بقى نشوف الاستضافات يعني بفلوس وببلاش. نبتدي بالاستضافات اللي هي بفلوس. زي مين؟ نفتحهم كده. بلو هوست. جودادي. هوست جيتر. وفي هوست انجر ده. في كذا موقع يعني. طيب ازاي انا بفرق ما بين يعني ايه افضلهم، او ازاي انا بفرق ما بين موقع والتاني؟ هي خطط الاستضافة عبارة عن خطط. في كذا نوع من الاستضافة. الاول عشان نفرق ما بينهم، في الهوستنج في كذا نوع. استضافة ووردبريس، في استضافة اللي هي الشيرد هوستنج، وفي ديديكيتد هوستنج. ديديكيتد يعني مخصصة، سيرفر خاص بيك لوحدك، ما يبقاش فيه كذا موقع مع بعض في سيرفر واحد. المواقع الكبيرة جدا طبعا هي اللي هتختار الديديكيتد هوستنج. بالنسبة للشيرد هوستنج نشوف الخطط الموجودة معانا. في كذا خطة بيختلفوا من حسب على حسب عدد المواقع اللي انت هتعملها في الاستضافة بتاعتك، اذا كانت واحد او unlimited websites. المساحة اللي انت هتاخدها للمواقع الخاصة بيك يعني 50 جيجا مثلا ولا unlimited. الباندويتس او يعني عدد الزوار اللي هم بيدخلوا في نفس الوقت للويب سايت بتاعك.
ال اس اس ال اللي هي السكيور سوكت لاير، او بمعنى ان الويب سايت بتاعي البروتوكول بتاعه يكون HTTP مش HTTPS، HTTPS مش HTTP. وده بيفرق طبعا، لان ال HTTPS more secure، امان اكتر، بالاضافة ان لو الموقع بتاعك فيه بيع وشراء بقى اونلاين باستخدام الكريدت كارد وكده، فال HTTPS افضل، ويعني بيأكد لليوزر ان الموقع بتاعك امن للاستخدام، او لانك تحط فيه بيانات الكريدت كارد بتاعتك، غير لما يكون HTTP عادي ف هيقول انه ده مش امن، يعني انك تحط فيه البيانات. فبيفرق بقى خطة عن خطة تانية. هنا ممكن تستخدم دومين واحد، هنا في اكتر من دومين وغيره. طبعا انت ممكن تعمل ويب سايت في البداية بالنظام اللي هو البلان اللي هي البيزك، بعد كده لما ربنا يكرمك والويب سايت يبقى معروف او يكون في مصدر دخل بالنسبة لك او كده، ممكن تزود البلان دي، تخليها بلس او تشويس بلس او برو، او انت تختار اللي هي الهوستنج الديديكيتد المخصصة. طبعا دي بتكون اغلى كتير. تمام. طيب مكتوب هنا ان هو $2.95 في الشهر. لا، هو ده بيبدأ بكذا، لكن ده مش حقيقي. بدليل تعالى كده نختار سيلكت وندخل الاستضافة على بلو هوست. بتوفر لي ان انا ممكن ان انا باخد دومين فور فري. تمام. فانا عندي الاستضافة دي كده كده، الويب سايت واحد، وهنا بيديك الدومين كمان مجاني، مش محتاج انك انت يعني تشتري دومين بسعر تاني او بمقابل تاني، او تجيبه من مكان تاني زي فرينوم، جودادي، او بلو هوست نفسه بيوفر لي دومينز برضو، فانت مش محتاج الجزئية دي. انا هنا مثلا هقول ان انا عايزة يحيى فود مثلا .com next. طبعا هنا انت بتحط البيانات الخاصة بيك، هنا البيانات دي بتضاف ان هي خاصة بالدومين ده. ندخل بقى على المهم دلوقتي، البلان اللي انت اخترتها دي في كذا حاجة، يعني انت عايز الدومين ده يكون ل 12 شهر سنة يعني، ولا سنتين، ولا 3. بيقول لك هنا انك انت لو اخترت الدومين بتاعك لمدة سنة هتتحسب ان الشهر بحوالي $5. طيب لو سنتين الشهر بحوالي $4. لو 3 سنين الشهر بحوالي $3. فده بيعرفك انك طول ما المدة بتزيد، طول ما الشهر بتتحسب عليه بتكلف اقل. طب هل دي كل حاجة بالنسبة لي؟ لا، في تكلفة تانية وحاجات تانية بتزودها في الباكج بتاعتك، حاجات اختيارية. طيب انا هقول ان هي سنة، فقال لي ان السنة دي الاستضافة هتكون بحوالي $59.5. تمام. طيب الحاجات اللي هي الاضافية بقى، في هنا بيقول لي دومين وبرايفاسي بروتكشن، عايز اعرف ده عبارة عن ايه، فبتضغط بس كده عشان تشوف ده عبارة عن ايه. بيقول لك هنا ان البروتكشن دي او البرايفاسي دي بتقفل البيانات اللي هي انت ضايفها هنا، دي اللي انت ضفتها عندك دي، بتخليها ما هياش ظاهرة للناس اللي بتحاول تعرف معلومات عن صاحب الويب سايت. تمام. فدي حاجة يعني امان اكتر يعني. انا شايفة ان هو يعني عادي تظهر، مفيش مشاكل. تمام. الكود جارد بيزك، ان انا بحمل الكود بتاعي، عايزين نشوف بيعمل ايه. هنضغط كده، هيقول ان هو بيعمل لي باك اب كل يوم، ريستور في حالة ان انا عايز ارجع الويب سايت لخطوة معينة وغيره يعني.
فانت لو عايز الجزئية دي تمام، مش عايزها خلاص شيل الصح. الجزئية بتاعت السيو هنشرحها قدام في الجزء بتاع السيو. الميل اللي هو الميل بتاعك يكون مثلا يعني خاص بالموقع، مش ايميل جيميل او كده. وليكن انا الويب سايت الدومين بتاعي اسمه yahyafood.com، فالميل مثلا هيكون وليكن ميلر دوت يحيافود دوت كوم مثلا، او يعني حاجة يعني ايميل مقتبس من اسم الموقع. يعني السايت لوك سيكيورتي اسينشال بقى عشان تأمن الويب سايت بتاعك بقى من الهاكينج والكلام ده، فدي سعرها بكذا. طيب بعد ما انت تختار الحاجات اللي انت عايزها كلها، وليكن انا اخترت ده وده، وبرضه الجزئية بتاعت السيو مهمة، وضفت الميل، فهتيجي تبص هتلاقي التكلفة في الآخر 178 دولار كذا، أو 179 تقريبا، 179 دولار. تمام، دي بالنسبة لبلو هوست. بنفس الفكرة بالظبط جو دادي، هتدخل على الهوستنج، انا اللي هو الاستضافة بتاعتي على ويندوز مش على لينكس. تمام، وشوف بقى الخطط، برضو هتلاقي الدنيا هنا برضو بتختلف. يعني شوف انت الخطة، هي بلو هوست بيكون ارخصهم، و يعني دي للناس اللي بتبدأ، لكن افضلهم طبعا لو مش فارق معاك السعر فهو جودادي افضل المواقع للاستضافة، يعني من افضل المواقع جودادي. تمام، ده اللي هو البيزك، النظام الاساسي الايكونومي يعني الاقتصادي، ده افضل. ده طبعا سيكيورتي اكتر وقوة اكتر. يعني unlimited websites، عدد مواقع غير محدود، storage غير محدودة، bandwidth غير محدود، اكتر من database، مش محددك بداتابيز واحدة زي الايكونومي يعني. تمام، فعلى حسب الميزانية بتاعتك انت بتستخدم الموقع اللي انت عايزه. ممكن تشوف بقى البلانز الخاصة بهوست جيتور، برضو في كذا بلان اهوت، طبعا بيفرق بقى من السعر وعدد الدومينز والباندويتس والستورج، المساحة اللي انت هتستخدمها، فده بيفرق. يعني برضو نفس النظام الموقع الرابع ده. طيب كده احنا شفنا المواقع اللي بتوفر لنا استضافة مدفوعة. طيب احنا عايزين مواقع بتوفر لنا الاستضافة اللي هي المجانية. انا ما فيش عندي ميزانية دلوقتي ان انا ارفع ويب سايت بتاعي على استضافة بفلوس، لا انا عايز دلوقتي، انا لسه دلوقتي بكون سي في وعايز ارفع الشغل بتاعي على استضافات مجانية، بحيث ان انا احط لينك البروجكت بتاعي في السي في. في كذا موقع بيوفروا لي الاستضافة اللي هي المجانية، زي 000 ويب هوست، وفي موقع تاني اللي هو مين، انفينيتي فري. ده موقع تاني جميل جدا. طيب في البداية طبعا بالنسبة ل 000 ويب هوست، احنا قلنا ان هو بيوفر لنا موقعين مجاني، بيديك سب دومين من الدومين الاساسي اللي هو الخاص ببلو هوست. لو انت عايز دومين تاني بتستخدم الدومين اللي انت عايزه عادي، يعني لو هتشتري دومين من مكان تاني. يعني بمعنى انت مثلا لو هتسمي الويب سايت بتاعك يحيى فود مثلا، فهو بيدي لك يحيى فود دوت و مثلا دوت ويب هوست دوت كوم. بمعنى ان يحيى فود ده سب دومين من الدومين بتاعهم اللي هو 00 ويب هوست دوت اب او دوت كوم، على حسب بقى الدومين بتاعهم. تمام،
بنفس الفكرة فرينوم فري انفينيتي او انفينيتي فري بيعمل نفس الحاجة بالظبط. طيب تعال نشوف كده. اول خطوة احنا هنعمل تسجيل دخول. ساين اب. هوقف بس لحد ما اعمل ساين اب. انا هنا عملت ساين اب باستخدام الجيميل و في الرسالة كده عملت ستارت. هنبدأ هنا. بيقولك انت عايز تتعلم حاجة معينة او تعمل اونلاين ستور، عايز تعمل ويب ديزاين، عايز تبدأ في بلوج، او عايز تعمل حاجة تانية. فانا اختار اخر حاجة دي اللي هي اذر، لان انا هرفع الشغل بتاعي. سيلكت اسم الويب سايت بتاعك ايه، وليكن يحيى فود. الباسورد انا بفضل ان انا اسيبها بنفس الاسم عشان ما انساش يعني. وسبمت. هنا بيقول لي انت هتستخدم ويب سايت بيلدر، هتستخدم يعني الويب سايت ده تعمل انستول الورد بريس فيها، يكون ويب سايت باستخدام وورد بريس، ولا هترفع الويب سايت بتاعك يعني. لا انا هرفع الويب سايت بتاعي. هنا دخلك على الفايل مانجر. الفايل مانجر هنا عشان ترفع الكود بتاعك. انا هرفع الكود بتاعي فين؟ في فولدر public underscore html. فولدر public underscore html ترفع الشغل بتاعك هنا. طيب انا هرفعه ازاي؟ في هنا upload files. تمام. select files، وليكن انا الشغل بتاعي موجود في هو. هنا في حاجة ما بيرفعش الملفات كلها يعني، بيرفع الملفات لكن بيجي عند الفولدرات ومش هيرفع بقى الفولدرات اللي موجودة فيها يعني. فانت عشان ترفع الملفات فهتضطر انك انت ترفع الملفات وبعدين تعمل فولدر وكذا فولدر، تيجي جوه السي اس اس وترفعهم، تيجي جوه الجافا سكريبت وترفعهم، وهكذا يعني. فالطريقة افضل ان انا اجي على كل دول واعمل send to compressed zip folder، يعني عشان تعمل ملف مضغوط بس امتداد دوت زيب، لان الويب سايت ده ما بيعملش اكستراكت غير للملفات اللي هي دوت زيب مش دوت رير يعني. فسميه مثلا اي حاجة واقول له open وبعدين upload. بعد كده تختار الملف ده وهتقول له ان انا عايز اعمل اكستراكت. عايز اسم الفولدر اللي هتعمل فيه اكستراكت ايه، وليكن اي حاجة كده، وهقول له اعمل لي اكستراكت. انا هعمل كانسل دلوقتي عشان نشوف الطريقة الافضل انك انت ترفع اي ويب سايت للاستضافة.
الطريقة الأفضل، أنا همسح الملف ده تاني كده، فهنشوف الطريقة الأفضل. هتدخل على الهوم، الصفحة الرئيسية لزيرو زيرو ويب هوست، جايب لي طبعا الويب سايتس اللي هي الخاصة بيك، متاح ليك انك انت تستخدم موقعين. ادا يحيى فود، ده اللينك بتاعك اهوت، بس احنا مش هندخل عليه دلوقتي. انا هضغط على مانج السايت، هاجي عند ويب سايت سيتنج جنرال عشان اشوف الهوست نيم والبورت واليوزر نيم والباسورد وغيره. طيب البيانات دي مهمة جدا في اي استضافة. هنستخدم برنامج اسمه فايلزيلا. الفايلزيلا بتستخدمه عشان ترفع اي بيانات او اي ملفات من جهازك لاستضافة معينة. البرنامج فايلزيلا، اضيف البيانات اللي هي موجودة، اسم الويب سايت بتاعي، الهوست نيم، هذا الهوست نيم تاخده كوبي، الهوست، اليوزر نيم والباسورد. انا عامله اليوزر نيم والباسورد نفس الحاجه عشان ما انساهمش. اليوزر نيم والباسورد والبورت 21. تمام، دخلني هنا على السيرفر اهوت. احنا قلنا احنا بنرفع الكود بتاعنا جوه فولدر public html، دخلني جوه الفولدر. هترفع الكود جنب مين؟ جنب الملف اللي هو .htaccess. طيب من الناحية الشمال، هي الناحية الشمال هنا، تجيب الويب سايت بتاعك اللي انت عايز ترفعه، وليكن ده البروجكت اللي انا عايز ارفعه. تختار الثلاث حاجات دول، وليكن الفولدر اللي هو assets والايكون والملف ال HTML، وهعمل ابلود. هيرفع بقى الملفات بتاعتك ملف ملف، وهنا لسه 2 3 من 57، فالموضوع بياخد وقت يعني. المفروض ان النقل خلاص خلص، كل الملفات اترفعت. خد بالك من حاجة بس، المفروض ان مواقع الاستضافة يعني كلها، او لما انت بتدخل على اللينك الرئيسي اللي هو مديهولك، بيدور على ملف index.html او home.html. يعني الناس ما تروحش تسمي اسامي تانية للصفحة الرئيسية، لا انت هتدخل مباشرة على اللينك. تمام كده، انا رفعت الويب سايت بتاعي. رفعت الويب سايت بتاعي، اعمل ريفرش كده على الفايل مانجر. تمام، ادخل على public html، على الاكواد بتاعتي موجودة هنا. طيب ادخل ازاي على الويب سايت بقى عشان اشوف الكود؟ المفروض اما بتدخل على الصفحة الرئيسية اللي هي my sites مثلا، للصفحة الرئيسية على الحساب بتاعك على 00 ويب هوست، بيديك اللينك كده تحت الاكونت اللي انت واقف عليه، وليكن يحيى فود، ده اللينك بتاعك. ادخل عليه كده، هذا الويب سايت اللي انا رفعه. انت رفعت الويب سايت بتاعك هنا وكله تمام، وتقدر تحط اللينك ده في السي في بتاعك. الاستضافة طبعا الدومين قصدي جزئي https يحيى فود دوت 000 ويب هوست اب دوت كوم، مش يحيى فود دوت كوم على طول يعني. فالدومين بتاعك دومين جزئي من الدومين الخاص بيهم اللي هو 00 ويب هوست اب يعني. تمام، دي بالنسبة لطريقة رفع اي ويب سايت على
زيرو زيرو بوست، تمام. متاح ليك انك انت الاكونت يكون فيه 2 ويب سايت، يعني تقدر تمسح الويب سايت تاني عادي بعدها، وبيمسحه بعد فترة يعني. طيب ده بالنسبة لزيرو زيرو ويب هوست. الموقع التاني اللي معانا اسمه انفينيتي فري. انفينيتي فري من المواقع الكويسة جدا برضو، بيوفر لك سب دومين. اول حاجة هنعمل اكاونت، نعمل ساين اب برضو، ساين اوت، هنعمل ساين اب على انفينيتي فري. دخل الايميل بتاعك والباسورد، كونفيرم الباسورد، اختار اي ام نوت روبوت، وهتيجي على الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه وتعمل كونفيرم من الرسالة اللي جت لك على الايميل، وبعدين تدخل على الويب سايت. هنا انا هعمل فيريفاي للايميل ادرس اهو، دخلني هنا على الويب سايت، تمام. بيقولي هنا انك انت ممكن تعمل 3 اكاونت، طبعا 3 اكاونت يعني 3 ويب سايتس يعني. طيب كرييت اكاونت، انا هعمل اول اكاونت كده، بمعنى اكتب لي اسم الدومين، يعني انت لو انت شاري دومين خاص بيك وليكن yahya-store.com، ضيف انت الدومين على طول هنا، او استخدم كاستم سب دومين. سب دومين اللي هو دومين جزئي من الدومين اللي هو الخاص بالويب سايت، وليكن في الموقع اللي هو انفينيتي فري ده عنده دومين اللي هو abz.com، فانت الدومين بتاعك هيكون وليكن انا هختار يحيى السطور، فيقول لي يحيى السطور دوت اي بي زي دوت كوم، او حاجه ريستورانت مثلا فيقول لي كذا دوت اي بي زي دوت كوم، سب دومين جزئي، تمام، مش يحيى السطور دوت كوم على طول او دوت نت على طول وهكذا، تمام. طيب فانا هقول له هنا يحيى فود مثلا دوت اي بي زي دوت كوم، سيرش دومين، هل الدومين از افيلبل، متاح بالنسبه لك انك انت تستخدمه. الاكونت ليبل، اسم الاكونت هيكون ايه، وليكن انا هسميه باسم الدومين يحيى فود. اليوزر نيم بيتعمل اوتوماتيك، الباسورد وليكن انا هخليه برضو، لا اغيره، يحيى فود مثلا، بس اي ام نوت روبوت، الترافيك لايتس، اشارات المرور، كارير اكاونت، تمام. طيب كده دي اول خطوة، انا عملت اكاونت عشان ارفع الويب سايت بتاعي على الاستضافة. تاني مرحلة بيقول لك هتدخل بقى للكلاينت اريا ولا تروح على الكنترول بانل، وليكن الكلاينت اريا دي اللي هو بيانات عن الاستضافة بتاعتك، ولو عايز تعمل ايديت للاكاونت، لو عايز تدخل على الفايل مانجر وغيره. خد بالك هنا الانفينيتي فري بيستنى فترة كده قبل ما يرفع الويب سايت بتاعك، يعني قبل ما يعمل بابلش الويب سايت بتاعك. طيب نجرب برضو يحيى فود دوت اي بي زي،
تمام، لسه دخلني على ibz.com اللي هو الدومين الخاص بيهم لسه. طيب انا عايزة ارفع الويب سايت بتاعي، هعمل ايه؟ اول حاجة كده هندخل على الكنترول بانل، لسه تمام، هعمل ابروف، انا موافق على الاتفاقية معه وعلى الشروط بتاعتك. تمام، دخلني هنا على الكنترول بانل، عايزين نرفع الويب سايت بتاعنا. طيب في طريقة، هو هنا بيقول ان في فايل مانجر، طبعا الفايل مانجر ممكن ترفع الملفات على طول. في طريقة تانية لكل الويب سايتس اللي انت تشتغل عليها، يعني الطريقة دي انك انت تستخدم برنامج يرفع الملفات زي الفايل زيل. شكل البرنامج هنفتحه معانا، تمام. احنا عايزين دلوقتي نرفع الويب سايت بتاعنا على السيرفر اللي احنا شغالين عليه. طيب في هنا اونلاين فايل مانجر، هيكون موجود عليه الملفات اللي انت هتشتغل عليها يعني. تمام، طيب دي الملفات الخاصة بالويب سايت بتاعك. طيب انا برفع الويب سايت بتاعي فين؟ احنا دخلنا جوه الفايل مانجر، في عندنا فولدر اسمه ال htdocs، هنا بيقول لك هتحط هنا الملفات الخاصة بيك. تمام، الفايلز اوف يور ويب سايت شود بي ابلودد هير. تمام، انا مش عايزة الملفات دي في حاجة، ممكن اجي هنا واعمل ابلود مباشرة كده، بس يعني ايه، نشوف الطريقة المظبوطة. طيب انا عندي برنامج اهو اللي هو الفايل زيلا، طبعا ممكن هنا تعمل ابلود فايل ملف مضغوط، وبعدين تفك الضغط وتحط الملفات دي، في حالة طبعا ان الموقع يعني حاجة صغيرة كده، ملف HTML صغير يعني، اللي هو تصميم بس، مش ملفات كتير وكده يعني. انما لو ملفات كتير فانت طبعا هتضطر انك انت تستخدم حاجة زي الفايل زيلا. طيب انا بستخدمه ازاي؟ احنا اول ما دخلنا من شوية لقينا في حاجة اسمها هي الصفحة الخاصة بالاكاونت دي، موجود فيه هنا اليوزر نيم، FTP يوزر نيم، FTP باسورد، TP باسورد، FTP هوست نيم، و FTP بورد. دي البيانات اللي انت هتحتاجها عشان تدخل على السيرفر وترفع عليه الكود وتحطه على الفايل مانجر الخاص بالويب سايت بتاعك. تمام، طيب هندخل بقى هنا الهوست، الاستضافة بتاعتي ايه، واليوزر نيم وغيره. اول حاجة ال FTP هوست نيم، واخد دي كده كوبي واحطها هنا. تاني حاجة اليوزر نيم، الباسورد، شو باسورد، واخدها كوبي برضو واحطها هنا. البورت 21، وهعمل هنا كويك كونكت. دخلني هنا على السيرفر اهوت، الجزء اليمين ده اللي هو الخاص بالسيرفر، الجزء الشمال خاص بالجهاز بتاعك. طيب انا الويب سايت بتاعي احطه فين؟ جوه htdocs. تمام، هنا هل الملفات دي انت محتاجها؟ لا، ديليت. تمام، انا دلوقتي جوه htdocs. طيب الويب سايت اللي انا هرفعه فين؟ شوف بقى عندك على الجهاز، وليكن احنا عندنا السي، لا الاي، هذا بروجكت تو ابلود.
وهاجي على الملفات الثلاثة دول، يعني الملفات والفولدرات بتاع الويب سايت عموما، وكليك يمين وهقول له ابلود، او ممكن اضغطهم واعمل له ابلود مرة واحدة، يعني ايه براحتك. انا هاجي كده على الثلاثة وهقول له ابلود. في فولدر الاسيتس طبعا مليان، وملف الاندكس، وفي الايقونة دي. تمام، ونسيبه بقى يرفع براحته كده. وبعد لما يخلص رفع هنشوف الدنيا شكلها عامل ازاي. طيب هو دلوقتي خلص نقل الملفات، الملفات كلها اتنقلت، اترفعت على ال htdocs. تعالى بقى نتأكد هنا من الفايل مانجر الخاص بالاكونت بتاعي على انفينيتي فري. انا هدخل على الفايل مانجر، تمام، وندخل على ال htdocs. هذا لقيت الملف ال html والايقونات وفولدر الاسيتس موجود بقى في css والايمجز وغيره يعني. طيب احنا دلوقتي هندخل على الويب سايت بتاعنا ازاي. الدومين بتاعك كان اسمه ايه؟ يحيى food.abz.com. ندخل على اللينك ده. طيب هو لسه الموقع طبعا ما عداش الفترة اللي هو قال لي عليها. هو بيقول لي هنا ان الويب سايت تقريبا حوالي 72 ساعة عما يديك الدومين اللي انت عايزه، يعني يبقى شغال. فهنوقف لحد ما الدومين بتاعنا يتفعل، بعد كده نشوف الدنيا شكلها عامل ازاي. بعد ما استنينا فترة من اول ساعة لحد 72 ساعة، انا عن نفسي استنيت 12 ساعة لحد ما الاكونت بتاعي على ال انفينيتي فري الدومين بتاعي بقى فعال يعني ويشتغل يعني. في اكونت تاني ما اخدش معايا ربع ساعة واشتغل على طول، فدي حاجة بتختلف يعني. طيب انا هفتح ال URL اللي هو الدولي، yahyafood.abz.com. ندخل كده، ادي الويب سايت بتاعي اترفع مجاني على مين؟ على انفينيت فري طبعا. طيب انا لو حابب ان انا اعدل على ملف من الملفات اللي موجودة على الويب سايت، طبعا هتعدل على الملف عندك على الجهاز، وبعد كده تعمل ابلود باستخدام الفايل زيلا برضو، تمام، بستعمل ابلود للملف نفسه يعني، او تدخل على طول من الفايل مانجر واديت وتعمل تعديل على طول يعني. يعني احنا هنا لو دخلنا على انفينيتي فري كلاينت اريا، وليكن هنا هدخل على الفايل مانجر الملفات بتاعتي، وليكن الملف ال HTML. ممكن تعمل edit، لو تعمل save، نت بس الدنيا بطيئة شوية، او تعمل upload للملف على طول. ده الجزء بتاع الفرونت اند بس، يعني انا رفعت التصميم او رفعت الملفات نفسها اقصد يعني. لكن الناس اللي هي بقى بتعمل ويب سايت كامل بداتابيز وغيره وعايز يرفع الداتابيز، لا، في لسه جزء تاني خاص بالاستضافة. هنشوف ازاي نرفع الداتابيز على الاستضافة.